تخيل معي ذلك السيناريو. في أحد الأيام تستيقظ مفزوعاً على صوت صافرات الإنذار، فتنظر حولك لتلاحظ وهجاً أحمراً خافت يمر من خلال نافذتك. في حذر تنظر من خلالها، وإذ بضوء شديد بالخارج. تركز أكثر لتجد سحابة بحجم جبل على شكل عش غراب. لقد حدث الأمر بالفعل، إنها الحرب العالمية الثالثة. تهرع لهاتفك الخلوي لأنه أصبح كوماً من الخردة بعد انقطاع كافة الاتصالات الإلكترونية. ليس لديك سوى الراديو التقليدي. حسناً، تشغل الراديو وإذ بالأنباء تتهاطل عليك. لقد دخل العالم للتو في حرب عالمية جديدة، ولكن ليس كمثيلاتها من حروب الدبابات والطائرات، بل حرب تتمحور حول الأسلحة النووية الفتاكة. يكمل الراديو الأخبار فتعرف أن الأمر بدأ بواشنطن ثم هونغ كونغ إلى لوس أنجلوس إلى موسكو. الشرق الأوسط غارقاً وأوروبا في قتال محتدم مع بريطانيا. تنسى كل شيء، وسؤال واحد فقط يشغل تفكيرك: ما هو مصيرك في تلك الهولات؟ هل ستلحق بمليارات البشر الذين قتلوا في الساعة الأولى من الحرب؟ أم أنك تملك فرصة للنجاة؟ هل حقا تستطيع النجاة من الحرب العالمية الثالثة؟ الآن بينما تركض خارج منزلك للبحث عن مأوى آمن، تسمع صوت المذيع وهو يستعرض تفاصيل المذبحة ويحاول فهم من بدأ بإطلاق النار أولا. هل هي الولايات المتحدة من باغتت إيران؟ أم أن كوريا الشمالية أوفت أخيرا بتهديداتها المستمرة للولايات المتحدة وجاء أحدهم وضغط زر الإطلاق؟ أم أن الصين حققت إنجازاً عسكرياً وأطلقت سيلاً من القنابل النووية على الولايات المتحدة لما بينهم من اختلافات إيديولوجية؟ في الأخير لم يحسم المذيع الأمر، لأنه مثلك تماماً، لا يفهم ما حدث حتى الآن. أما أنت فلازلت تركض بالخارج باحثاً عن مأوى لك. لقد سقطت الطائرات من السماء وحطامها صار في كل مكان. تسرع خطواتك لمعرفتك بأن الإشعاع الناتج عن الانفجار يكفي لإحداث حروق من الدرجة الثالثة من على بعد أميال كثيرة، بالإضافة لجرعات الإشعاع التي يمكن أن تتسبب في طفرات نووية في حمضك النووي وإصابتك بالسرطان وأمراض أخرى. بينما أنت تهرب مذعورا تسمع دوي انفجار عملاق، تنظر للسماء وإذ بكرة نارية متجهة تماما نحو منزلك. لقد ساوته بالأرض ولم يعد سوى حفرة كبيرة. لم يكن نيزكا من السماء، بل كانت كرة النار تلك قمرا صناعيا تم تدميره بالفعل. لقد انتهى الأمر من حدود الأرض ووصل للفضاء. لقد وصلت الحرب للفضاء وبدأت الدول تتسارع بإطلاق الصواريخ تجاه الأقمار الصناعية لإحكام سيطرتها عليها لما لها من أهمية تكنولوجية بالغة. لا فائدة عزيزي، لقد تأكدت أن الأمور قد خرجت عن السيطرة، ولكن ها أنت لازلت تحاول جاهدا أن تنجو من تلك الهولات الكارثية. الآن بدأت تدرك أن الحرب العالمية هي حرب تكنولوجية في المقام الأول، لذا ستحاول الابتعاد قدر الإمكان عن المدينة وستحتمي بضواحيها. إلا أنه بمجرد وصولك لأقرب حقل لك ترى الدخان يتصاعد بين الأشجار. ما هذا؟ أنت تتساءل. إن الغابات قد اشتعلت بشكل ذريع والدخان بدأ يتطاير في الهواء. ذلك بسبب الارتفاع الهستيري في درجات الحرارة الذي تسببت به الانفجارات النووية. إن الأمر يحدث في جميع أنحاء العالم. الآن بدت تعلم أنك في ورطة كبيرة. فماذا يخبئ لك المستقبل، خصوصا مع الشتاء القادم؟ لا، ليس شتاء كالذي نعرفه، بل هو شتاء نووي سيبيد كل أشكال الحياة على كوكبنا الأليف. لسوء الحظ، فإن الانفجارات النووية لها تداعيات أخطر من انفجارها الأولي. وأخيرا وجدت كهفا مهجور، ربما كان منجم فحم في السابق. أيا كان، ستتخذ من ذلك الكهف ملجأً أقل خطورة من الخارج، فجدرانه الصخرية السميكة ستحميك من الإشعاع قدر الإمكان. حسناً، لا تبدو فكرة سيئة، ولكن إلى متى سيبقيك على قيد الحياة؟ لابد لك من يوم وستخرج. عندما يحين الوقت وتضطر للخروج من الكهف،
ستتفاجأ من هول ما ستراه. إنك في منتصف الظهر ومع ذلك لا يوجد سوى الظلام الدامس. السحابة النووية والحطام والدخان تصاعدوا في الغلاف الجوي وظلوا معلقين به. درجة الحرارة منخفضة والحطام أدى لحجب الشمس. الأرض بدأت تتجمد ولا زلت في المراحل الأولى من الشتاء النووي. في الأيام التي أعقبت الحرب ذابت الانفجارات النووية وأطلقت مواد كيميائية سامة في الهواء. لا أحد في مأمن. ثم جاءت العواصف النارية وبدأت الغابات والمدن في الاشتعال. هذا بالرغم من برودة الجو وانخفاض درجة الحرارة بشكل هستيري. إنه هولوكوست كوني أصاب كل أرجاء الكوكب. أسابيع مرت والأرض لم يصل إليها أشعة الشمس. الثلج يبدأ في التساقط. كلا، ليس أبيض اللون كما عاهدناه، ولكن ثلجا أسودا مخيف. السماء تمطر بالحطام والمعادن والثلج الأسود المتفحم الذي سيغطي الأرض في غضون أسابيع قليلة. لقد فات الأوان وبدأ الشتاء النووي في التطور لمراحل أخطر. ربما لن تعيش لرؤية الصيف مرة أخرى. مرت الأيام وتبين أن الجميع خرج خاسرا. لقد أوشك الجنس البشري على الفناء. بالنسبة لك فأنت واحد من القليلين المحظوظين الناجين من تلك الأهوال، إلا أن جنسك البشري بات مهددا بالانقراض. درجة الحرارة انخفضت بمقدار 30 درجة. أنت في حالة كفاح متواصل للحصول على أي شيء تأكله أو أي ماء غير ملوث يصلح للشرب. لا تجد سوى فتات حصص الجيوش التي فنت في الحرب والذي بالكاد سيكفيك لعدة أسابيع إضافية. برودة شديدة بالخارج بينما جسمك نفسك يحترق من الداخل بسبب الإشعاع النووي. النباتات والحيوانات الناجية تعاني نفس الشيء. لا يمكننا مواكبة ذلك التغيير البيئي الجذري الذي حدث في الكوكب. بدأت الحياة التي نعرفها أن تفنى من على سطح الكوكب. لا تجد أمامك سوى الجلوس داخل محبسك في الكهف وانتظار لحظة الوداع. العالم يتجمد. بالفعل بعض البشر وصلوا للملاجئ النووية قبل. قد ينجون لفترة أطول، إلا أنهم سيلاقون حتما نفس المصير. سنوات ستمر قبل أن تبدأ جزيئات الغبار والسحابة النووية في الخروج من الغلاف الجوي، ثم عقود حتى يتلاشى الإشعاع النووي، ثم قرون قبل أن يتمكن الكوكب من التعافي والعودة كما كان قبل الحرب العالمية الثالثة. وأخيراً سيحتاج لآلاف السنين ليعود المناخ والنظام البيئي الذي عشنا به يوماً ما. الحقيقة كثيراً ما تكون صادمة. الحقيقة هنا أنك لا تملك أي فرصة للنجاة من الحرب العالمية الثالثة. إن نجوت من المراحل الأولى من الانفجار النووي، كيف ستتجنب إشعاعات الانفجار؟ وإن حدث وكنت من بين الفئة القليلة المحظوظة الناجية، هل ستنجو من الشتاء النووي الذي سيمتد لآلاف السنين بعد الحرب؟ أرأيت؟ لن يكون هناك رابحون في تلك اللعبة. الأمر الوحيد السار هو أن كوكبنا بمفرده سوف ينجو وسيعالج نفسه بمرور الوقت. ربما بعد آلاف السنين تتطور به الحياة من جديد، ولكن في حقبة ما بعد البشر. برأيك من سيخلفنا على ذلك الكوكب؟ هل هم أحفادنا أم جنس آخر لم نعلم عنه شيء بعد؟ حسناً، لا تنسى إخباري في قسم التعليقات. أراك في الفيديو القادم. إلى اللقاء.